بعد ما شفنا مع حضراتكم الأخبار اللي حصلت امبارح، تعالوا بقى نتابع الأخبار اللي هتحصل النهاردة بمشيئة الله تعالى، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في افتتاح الجولة رقم 21 من الدوري المصري. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بعنوان المستثمر الوطني والالتزام بالوقت المحدد للخطبتين الأولى والثانية في حدود 10 دقائق. النهاردة كمان هتنطلق فعاليات النسخة 10 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية PSA للرجال والسيدات بمشاركة 96 لاعب من 21 دولة وبجائزة مالية قيمتها 360 ألف دولار. النهاردة هيختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته استعداداً لمباراة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز. لعشاق الدوري المصري موعدهم النهاردة مع مباريات قوية في إطار الجولة 21 من عمر المسابقة. هيلتقي الجونة مع الاتحاد السكندري الساعة 6:30 بالليل، كمان هيلتقي فريق مصر المقاصة مع فاركو الساعة 9 بالليل.